صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 41 لسنة 2018 بشأن السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط تنظيف بقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة ألف من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط تنظيف بقع الزيت وغيرها من الملوثات في الأرض والمياه السطحية وفي المحيطات والبحار بما في ذلك المناطق الساحلية. وجاء في المادة الثانية من القرار على وزير الصناعة والتجارة والسياحة تنفيذ هذا القرار.